هذا الملف هنا وكبنا منذ الاولى، لان اول جلسه ديال التحقيق حضرت فيها انا نصب مكان طبيب محكم مدني، حضر جميع الجلسات ديال التحقيق. ملي حال السيد غادي تحقيق الملف راه كاين واحد الشاهد اللي اعتبروها شاهده، ولكن هي متهمه في الحقيقه خاصها تكون عندها خاصو تبعها بعدم التبليغ، لان كنت طلبت من قاضي التحقيق باش يستدعيها وتابعها على اساس انها ما بلغتش انها هي اللي كانت كدير هذيك البنت اللي هي عندها علاقه كتقول لك مع خوها، كدير ليها كل نهار واحد، وكتبقى حاضره ليها كيغتصبوا فيها. ولكن واحد مزوج راه كان واحد العرس دخلها للدار بالموس تما حدا تما، دخل البيت النعاس ديالو واغتصبها بواحد الطريقه وحشيه، ماشي طريقه عاديه، طريقه غير عاديه، يعني ان كان هزك عرضها بالقوه، نتج عن ذلك جروح والاغتصاب ديالها وافتضاد بكره ديالها. راه ماشي غنقولوا حيت اللي حملها عرفنا، درنا الخبره الجينيه تعرف لانه هذاك الدري ما مجوج، ولكن بالنسبه لافتضاد بكره ما نقدروش نعرفوا شكون، لان كان داك الشيء ممارسه تدريجيه، يقدر هما كلهم شاركوا في هذه افتضاد بكره، لان ما يكونش اول وهله، لان من الممارسات يمكن البنت تفقد العذريه ديالها، وهي ما كانتش ديك الساعه ما كانتش بالغه، هذاك الشيء علاش ما حملاتش، لان الحاجه اللي ورطتهم هي الحمل ديالها، لان ملي بلغت راه كانت كتمارسه من قبيله من منذ صغرها اكثر من داك الشيء، لان ذاك الحمل هو اللي ورطهم، ذاك الحمل هو فاش بانت باش تفضحوا، باش تفضحوا، اذا هي دارت شي كيف واحد بواحد ما اعترفتش في الحقيقه كلها. ولكن الدرك الملكي كنشكرهم من هذا المنبر، داروا مجهود جباره، هما اللي وصلوا لهذوك الثلاثه وجابوا هذيك الشاهده وعرفهم كلهم متهمين، تقدموهم للعداله ودازوا في التحقيق ودازوا في الجلسه. كنا حنا كنا كنتصوروا شي حاجه، عمري ما بطلت شي جلسه، كنت الحمد لله من درنا اول ما حطيت الملف، اول ما تدخلت في الملف تنصبت غير مطابق المحكمه داري، عيطت على الصحافه، لان كل ما كانت الصحافه هذا الملف انتشر عبر العالم عن طريق الصحافه كون دابا ما عندنا ما نقولوا، لان بزاف الاحكام كتمشي كدوز عاديه ساريه ما كعرفها حتى شي واحد، بزاف انواع الاحكام كثار من هذه اللي دازت، لان كنشكروا من هذا المنبر الجمعيات الحقوقيه اللي ضمنت مع هذيك البنت وداوها تقرا، قرا الحمد لله كتقرا ونقاوها وتتعيش مزيان بكرامه وتكلفوا لها بذاك الولد ديالها، ولكن الحق حقها ما خدتوش، الوالد ديالها حقه ما خدوش. تعرف واحد البنت يوقع عليها الشيء كله في واحد الدور اللي هو صغير، اللي هو كيحسوا تعرف انسان بدوي المغاربه راه عنده واحد النفسي ما يمكنش، هما كانوش كيتصوروا هما ربما يكون ما قالوش هذوك الاصدقاء ديالو بان بنتك حامل، ما كناش غنعرفوا مصير ديك البنت، يمكن كانت غتمشي تنتحر، يمكن كانت غتمشي تهرب، وما غنعرفوش المآل ديالها. خاص القضاء ياخذ بعين الاعتبار جميع هذه الحيثيات باش يحكم بواحد الحكم اللي هو رادع اللي خطر، لان هذا الحكم اللي علاش الجمعيات الحقوقيه حتى واحد ما يقدر يتقبل واحد العامين واحد البنت تعرضت لواحد الاغتصابات وحشيه، اللي اغتصبوا هي حياتها، اغتصبوا عائله كلها، حتى ذاك الدري مغتصب، حتى ذاك الدري غتقدموا مضايق مدنيه لصالحه، لان حتى ذاك الدري اشنو دير في الدنيا اللي ينتج على واحد علاقه غير شرعيه ديال ثلاثه اشخاص. اذا غدا ان شاء الله غنتصبوا كمطالب بالمحكمه المدني الحق غادي يبان وغياخذوا اقصى العقوبات وغتحكم مضايق مدنيه اقصى، ومع ذلك ما غاديش على الغالي ديالها، لان ضيع واحد البنت اللي هي منا، اللي هي بنتنا، اللي هي اخت ولادنا، اللي هي مجتمع، لا هي كلها على المجتمع، احنا كندافعوا على المجتمع، ما كندافعوش على شخص معين، ولكن هذاك الشخص المعين راه هو اللي غادي يحرك، لا حرك هذا الشيء باش البلاد تبقى غادا نزاهه، والحمد لله غدا غيكون لقضاء نزيه اللي غيعطيه المصداقيه، وانا مأكده بان غيكون الحكم رادع ان شاء الله غدا ان شاء الله. لا لان دات لادين خدوا منهم كلهم مشاو عندهم السجن، وخدوا العيله من الام، وملي مشاو داروا لادين قوا على ذاك الولد ما مجوش، هذاك الولد ما مجوش ويعطوه 3 سنين، لا 3 سنين عطاو، عاد 3 سنين الاخرين عطاو عامين، ولكن سميتو غادي يكون تنفيذ عقوبه غير في حدود 18 شهر ما يمكنش واحد دارت جريمه كاع دخلها هكا، اما الدوله الاخرى فيها الاعدام، ما تحيدهاش يوم الاعدام.